اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. هل ممكن الاهلي يقدم عرض للزمالك في يناير للاشراء احمد فتوح؟ بص يا كريم، انا قلت لك جمله واضحه، الاهلي مش هيدخل بشكل رسمي او غير رسمي في الصفقه مع اللاعب او مع اي حد تاني الا في يناير. الاهلي يقدم؟ لا، مش هيقدم عروض رسميه لا للزمالك وممكن كمان فيوتشر كمان في عمر كمال. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهم جدا، عمر كمال وممكن كمان عمر كمال الواحد الاهلي ما يدخلش فيه ويخلي انت يعني عمل بقى شغل تسويق يعني انا مش هتكلم عشان مبقاش واخد صف وجهه نظر، لكن المعلومات اللي عندي ان في دي انت بتتكلم في ثلاثه لعيبه اسعارهم كبيره جدا، حتى لو طلعت تنفي وتقول ده ما حصلش، لا حصل. ما هو ما فيش حد دلوقتي تطلع تقول الاهلي ما بعتش عرض رسمي، ما فيش حد يا كريم دلوقتي زي زمان بتحط فاكس وتكتب وتبقى، مفيش حد الكلام ده بطل خلاص. في حاجه اسمها دلوقتي ان انا ببعت لك على الواتساب انا عايز فلان الفلاني، انت ده ما تسموش عرض رسمي تبقى للنظام القديم، لكن ده حصل. قال لك مثلا ايه رايكم عندكم استطاعه سمو عمر كمال عبد الواحد؟ طب احنا عايزين كذا كذا كذا. طب دي مفاوضات. النظام القديم بقى بتاعنا احنا لما كنا بنكتب في على ورق الدشت والكلام ده كله، ده نظام خلاص انتهى وبطل في التعاقدات. ارسل فاكس رسمي للنادي الفلاني لشراء بس يقول لك دلوقتي حتى كلمه اختار عبر الايميل يعني لما نكتب شغل صحافه يقول لك، فانت لما يطلع لك يقول لك ما فيش عرض رسمي. ايوه ما فيش عرض رسمي. كمان النقطه الثانيه، كان في بعض الاقوال من ضمن جزئيه بقى محاوله شيطانه احمد فتوح او الاتجاه عشان لمجرد بس ظهور اسم النادي الاهلي، يقول لك مثلا انتوا بتحاربوا رمضان صبحي، انتوا ده بيتكلم عن النادي الاهلي ده موهبه. معاك ماشي. طب والحرب اللي على ضد احمد فتوح اللي ظهر شيطانته دلوقتي؟ طب لا معلش، ما انا معلش يا استاذ عبد الحكيم، انا معلش عايز اخش معاك في الحوار، كنت سايبك لرايك. لا اتفضل براحتك انا معاك. بس يعني هو فتوح مثلا لما خرج من المعسكر ليله المباراه، مين شيطان احمد فتوح؟ يعني بغض النظر بقى عن اي امور اخرى، يعني دلوقتي هل انت شايف ان الموقف ده كان صحيح ولا موقف خاطئ؟ قلت لك الموقف خاطئ، لكن احمد فتوح دي اول مشكله ليه من وقت ما تصعد، من وقت ما اول مشكله معلنه للمعلنه. معلنه ما هو للاسف، لكن للأسف في مشاكل ما كانتش معلنه. صحفي كبير انه حاجات احمد فتوح اللي كانت في الكواليس للاسف ما كانتش قليله، تمام؟ بس دي كانت معلنه عشان خلاص انت تلت المباراه ما كنتش موجود في المعسكر، فانا مش عارف زي ما بيقولوا كده ايه الم الموضوع ورفضت العوده، تطلعت بره المعسكر. بغض النظر بالمناسبه انه في زي فتوح كتير عندهم اخطاء وبتتلموا. معلش يا كريم انا هقطعك، اسمح لي. بس انا ما اعتقدش انه مشكله فتوح دي عشان الاهلي بس، والدليل انه لو انا كنادي الزمالك مش عايز فتوح يروح النادي الاهلي، لما كنتش اطلع القصه دي كنت قفلت عليه. كنت قاعد معانا انا وزميلي عمرو وقلت لك محمود كهربا هيقعد 3 سنين او سنتين، المشكله اللي بتقعد ده، وقال لك لا هيتحل في شهرين. انا بقول لك من دلوقتي الزمالك لو جاله عرض ب 4 مليون دولار عشان يسيب فتوح مش هيسيبه، وخدها مني ثقه. الهدف والاتجاه اللي بيقوده شخصا ما جوه نادي الزمالك، شخصا ما، مش على قوه المجلس على فكره، هو حد من بره، ان احمد فتوح يلمس الكره لحد شهر 8، ما يلمسهاش لحد شهر 8. خلينا نشوف هيحصل ايه في قصه فتوح. انا بقول لك ده يقين.